كتير لما بتكوني سعيدة بتبتسمي، وكتير لو ابتسمتي بتحسي بسعادة. ابتسامتك بتغيرلك حياتك، ابتسامتك بتخلي كل حاجة في الدنيا حلوة، ابتسامتك عقد لولي منها يطلع أحلى نور. فعيادة أسنان أوبتيمم كير هتلاقي لمسة غير، ترسم لك بسمتك واهتمام يا ما حلمتي بيه، عشان ابتسامتك بتهمنا. خير عليكم مشاهداتنا العزيزات، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سحر الهوانم. وحشتونا كتير من الحلقه اللي فاتت، والنهارده ان شاء الله عاملين لكم حلقه يا رب تعجبكم. مساء الابتسامات، مساء البهجه، مساء السعاده زي ما قلنا وزي ما شفنا الفيديو اللي فات. حلقتنا النهارده نتكلم فيها على موضوع مهم جدا. يمكن احلى حاجه بتبين شكل الوش هي البسمه او الضحكه، ودي عشان تظهر بشكل كويس لازم تكون اسناننا شكلها كويس، شكلها منسق، لونها مناسب للون بشرتنا. زمان كان الرد مثلا لما حد يقول لنا ايه روح لدكتور اسنان او روح اكشف، كان بيبقى الرد ده بس على ان انا ترسي وجعني، عايزه اخلع سنه. الموضوع دلوقتي اختلف تماما. الناس اللي عايزه تغير شكل اسنانها، الناس اللي عايزه تغير لون اسنانها، لو عروسه، لو حد في العادي عنده مشاكل في سنانه، الموضوع بيختلف تماما. قبل ما نتعمق فيه كده ونخش في تفاصيله عشان بقى فيه مسميات كتير هنعرفها النهارده، هرحب الاول بزميلتي هاجر حمدي. منوراني يا هاجر. اهلا بيك يا نور، مساء الخير عليك يا نور وعلى كل المشاهدين. وحشتوني من الحلقه اللي فاتت. زي ما نور قالت ان مهنه الطب بقت مهنه يعني تجاريه اكتر، الهدف منها الربح اكتر، الهدف الرئيسي منها هو الربح، وخصوصا في مجال الاسنان. علشان كده احنا قررنا ان احنا نعمل حلقات توعيه خصوصا في مجال الاسنان. فبعتنا دعوه للدكتوره هانم، متميزه جدا وشاطره جدا في مجالها، وعرضنا عليها الفكره وهي رحبت جدا بالفكره، وهي هتكون ضيفتنا النهارده. بنرحب بدكتور هبه عمار، استشاري تجميل الاسنان والتركيبات. اهلا بيكي جدا يا دكتور، نورتينا النهارده وانا مبسوطه انك قبلتي الدعوه. تسلمي يا حبيبتي، ده نورك، ميرسي جدا، وميرسي على دعوتك ليا. نورانا يا دكتور، نورانا. موضوع الاسنان بقى موضوع فيه تطورات كتير وفيه حاجات كتيره حصلت في الفتره الاخيره. بس قبل بقى ما نخش في ده، يعني طبعا احنا زي ما بنقول ايه، دايما الوقايه خير من العلاج. صحيح. فازاي الاول نحافظ على اسناننا عشان بعد كده ما يحصلناش مشاكل فنضطر ان احنا نرجع لعلاج؟ تمام. طريقه تنظيف الاسنان دي طريقه مهمه جدا. يعني كتير من العيانين لما بيجوا العياده بيكون عندهم مشاكل كتير في اسنانهم، وبيكون سببها ان هم من الاول ما تعلموش ازاي يعتنوا باسنانهم، وبخصوصا ان بيكون يعني فعلا هم عملوا شغل كتير في اسنانهم. ففكره ان احنا يكون نعرف ازاي ان احنا نغسل اسناننا بطريقه صحيحه، دي حاجه مهمه جدا. فبمنتهى البساطه كده احنا عايزين نبدا بسرعه ونقول احنا هنقسم يعني الفم بتاعنا لاربع ارباع. اوكي. هنحط المعجون على الفرشه، مش هنحط عليه اي ميه، وهنبدا دايما الحركه بتاعتنا من اللثه للاسنان وما نردش تاني. انا لما برد تاني معناها ان ايه، بقول اللثه ابعدي، احنا مش عايزين كده. فاحنا دايما الاتجاه من اللثه للاسنان في اتجاه واحد، هيبقى اللي فوق كاني بمشط، وببدا من اخر ضرس ورا خالص، واخد بالي ان في جوه كده ضرس العقل، فلازم اوصل له، لانه هنا بيسوس الحته دي، بتسوس كتير، بتقف عليه يعني الخد بيميل عليه فبتسوس. فهنبدا نتحرك، هنعد 10، الفرشه هتاخد ترسين مش اكتر من كده، هنطلع قدام هنعد 10. طيب 10 10، الفرشه بتكون باتجاه 45 ديجري 45 درجه. طيب الربع هيخلص معانا على 4 عشرات، هنخلص فوق هنبدا ننزل تحت. تحت هنعمل ايه في اتجاه بالعكس بالظبط، هيبقى من فين؟ من تحت لفوق، عشرات 10 10 10 10 10 10 10 وكده. والحته اللي في يعني اللي في النص دي ممكن حتى ايفن اخدهم الاثنين دول في مره كمان. تمام. على حسب الفم كله. خلصنا من فوق ومن تحت،
هبدأ في سطح للسنة مقابل للإيه؟ للسان بتاعي، نفس القصة بنفس الاتجاهات، عشرات تحت وفوق، وبعدين السطح اللي بناكل عليه برضو عشرات، بنعد عليه ده كده هيبقى 10 10 10 10، واخر ضرس ورا خالص بلف وراه 10 10 10 10. طيب. يعني غسيل اسنان بياخد مني مثلا مش اقل من دقيقتين ثلاثه اربعه، وابقى قاعده على كرسي ومرتاحه كده مش بمتلهوجه في يعني مش ثانيتين ونجري. لا خالص. على طول. لا كده لا كده مش صح خالص. تمام. كتير مننا مش بيروح عياده الاسنان الا لما بيحس بالم في اسنانه، بس صحيح. بيبقى عندهم تراكمات جير ومش عارفين ان ده صحيح. خطر على السنه. قول لنا بقى اختار الجير ايه على السنه. الجير طيب احنا دلوقتي عايزين نقول ان احنا ليه بنغسل سناننا، تمام؟ يعني الجير ده يعني خطير جدا جدا جدا، هو بياكل باختصار كده بياكل العظم اللي ماسك السنه، يعني احنا السنه بتاعتنا مش موجوده كده في في في, في البق كده، يعني في ليها جدر ماسك في العظم. تمام. تمام. فتراكم الجير ديت بيعمل ايه؟ بياكل المستوى العظم بينزل، بيبدا ياكل في العظم فمستوى العظم بينزل، وفي الاخر ممكن السنه تلخلخ وتقع. ده حقيقه وبنشوفها، وبنشوفها ممكن في سن صغير مثلا سن 40 سنه مثلا، بتجيلي حالات في السن كده وتلاقي السن الاسنان اللي قدام دولت واقعين وقعوا. ولو لحقوا شويه قبلها بشويه بنقدر ان احنا نعالجهم، ممكن ما نلحقش ان احنا نعالجهم. فمهم جدا ان احنا نفهم فكره الايه، ايه تاثير الجير ده. هو الجير دوت هو اصلا كان عباره عن ايه؟ ان حد ما بيغسلش اسنانه بطريقه صح او ما بيغسلهاش خالص لفتره طويله، فبدات البكتيريا اللي موجوده طبيعي في الفم، لانه المولى عز وجل هو خلق لنا حاجه نوع من انواع البروتكشن ميكانيزم او يعني وسيله للحمايه للوقايه، بانه خلى الفم فيه بكتيريا طبيعيه اسمها اورال فلورا، دي مش بتضرنا ولكن هي بتبقى كانها بتمنع الامراض انها تدخل جسمنا. البكتيريا طبيعتها ان هي بتنمو في بيئات يعني في مستعمرات، ما بتبقاش مش تلاقي بكتيريا لوحدها كده، تلاقي مستعمره من البكتيريا. فلو اي فيروس او بكتيريا دخل جوه الاورال انفايرمنت الفم هتبقى حاجه خصبه جدا انها تنمو وتتكاثر، وتبقى طبعا الامراض بتسبب لنا امراض. فهي اي بكتيريا او فيروس يدخل يلاقي المكان ده مسكون بالفعل. تمام. فبالتالي هيمشي بقى، مش هيكمل، هيموت، هيعدي، يعني الموضوع هتعدي. فبالتالي دي بقت وسيله للحمايه. اما لما اسيب البكتيريا دي فتره طويله في الفم من غير ما ما ما, ما يعني هي بتتكاثر كتير، فبالتالي يعني البكتيريا دي احنا نقدر نشوفها على فكره، اللي هي ما بتتشافش الا بالميكروسكوب. لو في لون ابيض على اسناننا ده اسمه البلاك، ده معناه ان في ملايين من الملايين من البكتيريا موجوده في المكان ده. طب ايه خطورتها؟ احنا قلنا ان هي المفروض انها حاجه سليمه، يعني حاجه يعني بروتكشن، حاجه ربنا حاططها لنا كحمايه لينا، وما بتسببش طبيعي الامراض. ولكن العدد الكبير من البكتيريا بيعمل ايه؟ هي بالطبيعي بتتغذى على الاكل اللي احنا بناكله، وبيتكون باي برودكت، الاخراج بتاعها عباره عن اسيد حمض، زي كانك بترمي ميه نار على السنه، هتعمل فيها ايه؟ هتاكل السنه. وعلى العظم هيعمل ايه؟ هياكل الاول الاربطه وبعد كده يخش على العظم يحلله. فعشان كده مهم جدا جدا ان احنا حتى لو ما فيش وجع للاسنان، مجرد اني اشوف الجير ده اول ما اشوفه اطلع جاري على دكتور الاسنان، وكل ست شهور نتابع اللي عنده. هسألك السؤال ده مهم جدا جدا، ان كل ست شهور انا كده ولا كده اتابع، لانه اللي متعود ان هو عنده تراكمات جيريه ده ما ينفعش ان هو يسكت على نفسه ويستنى بقى ويقول انا كل شويه بغسل اسناني. لا، لازم يكون في متابعه مستمره لغايه لما نحط، يعني زي ما تقولي ايه، نوصل بيه لبر الامان. يعني مش لازم نحس بالم علشان نروح عياده الاسنان. لا لا خالص، لازم ننظف سناننا باستمرار، نروح العياده ننظف بيها اسناننا. تمام. تمام. طيب الدروس بقى يا دكتور، الدروس دي برضو ليها مشكله كبيره قوي. في ناس ساعات ممكن مثلا ما تبقاش محتاجه اصلا حشو ضرس، فتروح فالدكتور بقى يزود لها الموضوع ويكبر لها الدنيا، لا انت محتاجه حشو، والحشو انواع. يعني هل قابلتي حاجات زي كده؟ يعني حاله مثلا جات لك ما كانتش محتاجه ان هي اصلا تعمل حشو وكان معمول لها لمجرد الشو او الشغل بس؟ بصي، الحاجات دي ما اعتقدش ان هي هتبقى، يعني اكيد في حاجه زي كده بس هي ما تبقاش كتير. هو الاكتر انه ممكن يكون حد يعني ذلك مبلغهم من العلم، يعني اكتر انه كان في حاجه احسن من كده بكتير ممكن ان هي تتعمل وما اتعملتش الحاجه ديت. عشان كده اختيار الطبيب مهم قوي قوي، ان انا اعرف ان انا اختاره. يعني مثلا هديكم مثال، في مبدا كده كان موجود زمان انه اي سنه نعمل لها حشو عصب لازم نروح فوقيها كراون.
يتركب عليها طربوش. طيب دلوقتي ده كان مبدا قديم وانتهى، ففي دكاتره لسه ماشيين بالمبدا ده، فده لا ده غلط خالص. ده يعني احنا بالعكس، احنا في اسنان القدامانيه ديت ما بيقويش السنه خالص ان احط كراون، وممكن كمان اكون بضعفها. ممكن في حاجه اسمها حشوات تجميليه، دي التقدم العلمي في الكومبوزيت، ماده الكومبوزيت دي ترجع السنه زي ما كانت بالظبط، ولا ممكن ابدا تفرقها. ولو قولي انا نفسي العين اللي انا حالا انا كنت مخلصه لها البتاع، ممكن لو جات لي كمان اسبوع ما اخدش بالي ان هنا كان في اي مشكله خالص في سنتها، بترجع زي ما هي. وكذلك برضو في حاجات جديده حصلت في الاسنان الخلفيه، في حاجات اسمها اندوكراون، ده 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 لطيف جدا برضو، بتبقى يعني حاجات جديده، حلول جديده للاسنان، وبتحافظ عليها وبتقويها، وفي نفس الوقت بيكون يعني الحل ده كمان بيكون ممكن يكون اوفر اكتر من الحلول الطبيعيه للعيان، اوفر واحسن، وهيدي النتيجه المطلوبه، ويدي نتيجه قويه جدا. هو زي ما الكتاب بيقول. طب في حاجه تخلينا نتاكد ان السمنه دي فعلا عايزه تتحشي؟ يعني في اشعه مثلا بتتعمل او حاجه؟ حاجات كتيره طبعا، يعني حاجات كتيره. هو يعني انه الطب اتطور يعني. طبعا. يعني كون ان الدكتور يوصل لكون لمرحله ان هو مش عارف السنه دي محتاجه حشو او مش حشو، يعني اعتقد الكل بيبقى عارف، بس زي ما اعتقد يعني هو بيكون اكتر انه هاو او اهميه التخصصات في القصه ديت. يعني وارد ان يكون في ناس بتعمل القصه ديت، وارد، بس ما اعتقدش ان هم الاكتر. وممكن انا اوعي العيانين مثلا اقول لهم ايه، انه في دكاتره ممكن مثلا يختاروا انه دايما الاختيار هو احنا هنعمل تركيبات. طب ليه؟ ما هو في حاجه اسمها حشو. فانا لو لقيت ان رحت للدكتور لقيته بيقول لي ده عايز تركيب وده تركيبه وده تركيبه، ده احنا هنركب كل اسناننا. لا ده مش اكيد، في حاجه احسن من كده وهتبقى يعني كويس. عايز اسالك، هل التركيبات ليها انواع؟ يعني في انواع من التركيبات؟ طبعا طبعا. التركيبات ده احنا ده قسم لوحده اسمه التركيبات. كده بقى احنا دخلنا في التجميل بقى. ده انت كده دخلنا التجميل. طيب ممكن حضرتك يعني تكلمينا اكتر شويه عن الموضوع؟ ايه هي انواع التركيبات؟ التركيبات انواعها كثيره قوي، بقول لحضرتك ده قصه التركيبات. متحركه او الثابت ده انواع، والامبلانس يعني حتى يعني كثابته، هي ثابته على سنين ولا ثابته على ذراعات. فالقصه لا طويله جدا في موضوع التركيبات دوت، يعني يمكن احنا عايزين حلقه لوحدها عشان نتكلم في انواع التركيبات. لكن طب قول لنا، طيب تفاوت الاسعار اللي بنشوفها بين عياده وعياده في موضوع التركيبات ده راجع لايه؟ تمام. نوع الخامة مثلا؟ نوع الخامات المستخدمة مثلا؟ طبعا نوع الخامات بيأثر، وهو يعني بس لو قلنا ان هو نوع الخامات دي حاجه من الحاجات يعني، او الماتيريال اللي مصنوعه منها يعني التركيبه بتفرق طبعا في السعر. بس خلي بالك مش هو ده الفرق الرئيسي في سعر التركيبه. احنا في عندنا حاجه اسمها انفكشن كنترول. انفكشن كنترول ده دي حاجه لوحدها في طب الاسنان، لان كل حاجه لازم تترمي، كل حاجه لازم تتعمل، يعني انت فاهماني. يعني احنا لو قلنا مثلا ان الخامه ديت مثلا بتتحكم مثلا في ثلث سعر التركيبه، احنا في عندنا ثلث لوحده، يعني في جزء كبير جدا بيتحكم فيه ان انت تعملي انفكشن كنترول سيستم صح، انه ما فيش اي عدوى تضمني تتنقل من عيان لعيان. فده لوحده ده انا دايما بشبهه بايه؟ عارفه القفص فاضي بتاع لينا اللي جابت له الفرخه ب 50 قرش والقفص فاضي؟ ده جزء. في جزء تاني برضو ممكن يكون مش واضح لكتير من العيانين، بيفرق جدا في سعر التركيبات، هي دقه الصنع، نفسه. يعني احنا عشان نتخرج السنه دي تيجي في المكان ده، التركيبه دي مش هتركب الا في المكان ده. وبتيجي بالظبط ايه؟ انت عارفه مثلا، عارفه الموبايل لما بتفتحي الكفر بتاعه وعايزه ترجعي، ينفع تاخدي الكفر ده تحطيه على موبايل تاني؟ لا طبعا. لا ده انت عايزه تخيلي بقى، انت الكفر ده ضاع وانت رايحه تصنعي كفر يجي هنا. تمام. شايفه قد ايه الموضوع؟ هو كده بالظبط، الكراون ده لازم يجي كده اهو بالظبط. عشان توصلي لحاجه زي كده الموضوع مش يعني مش سهل يعني. مش اللي هو يعني ايه كده 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 وخد مقاس لا فعلا انا عندي واحده. انت لازم تاخدي دقه في التحضير، تطلعي حاجه اسمها الفينيش لاين، ده لازم يطلع. وبيطلع بقى عشان ناخده ده في بروسيجرز كتيره لازم تكون، ممكن يعني ممكن
في عيادات دي كان سكيب، ممكن مش مهم ده مش مهم ده مش مهم ده، في الاخر الفينش لاين مش هيطلع. فاهماني؟ خطوات ممكن ليه عشان نوفر. فده لا، ما ده كده النوع الماتيريال حتى اللي هناخد منها الامبريشن المقاس، يعني خطوه ورا خطوه ورا خطوه. وبعد كده لما هيروح للمعمل الخطوات كتيره قوي، اذا ما كانش في كل خطوه منهم دقه جدا، فاهمه؟ يعني حاجه هنا فوتت دي، في الخطوه اللي بعدها فوتت دي، في خطوه في الاخر هيطلع حاجه تانية خالص كفر فيه غير اللي مطلوب خالص، حاجه تانية شكله ممكن ياذي نفس بالظبط. فده لوحده ده وقت، وده ده ماتيريالز كتيره، وده مجهود، وده يعني يعني برضو ده جزء مهم جدا بيتحكم يعني في سعر التركيب. يعني هو راجع للدقه والنوع الماتيريال، الدقه نوع الماتيريال انفكشن كنترول، ثلاث حاجات. طب احنا كان معانا فيديو لحد ما يجهز، كنت عايزه اسال حضرتك ايه الفرق بين الفينيرز والقشره التجميليه، هل في فرق ولا هما الاثنين واحد؟ الفينير، كلمه فينير علميا احنا كنا بندرسها، فينير ده يعني اي كراون كان اسمه فينير، وفي فول فينير وبارشال فينير، يعني احنا فدلوقتي الفينير اللي هي متعارف عليها اللي هي عاده القشره التجميليه ديت كان اسمها لامينت فينير، يعني 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 عباره عن قشره بقى لامينت حاجه كده على السطح. هي عباره عن ايه؟ عباره ان حاجه بتغير شكل الاسنان، بتغير لون الاسنان. يعني انا بدل ما كنت هعمل كراون كله على بعضه مثلا علشان خاطر لون السنه مش عاجبني فانا عايزه اغيره، فممكن هل اعمل ابرد السنه كلها واحط لها كراون؟ لا، طب ما انا ليه ما ابردش الوش بس بتاع السنه واركب احط ده اسمها، دي بقى اسمها لامينت فينير، هي اسمها يعني العلمي لامينت فينير، ولكن بقى اسمه متدرج، الناس بقت عارفه ان هي اسمها فينيرز. والفينيرز دي بقت انواع، يعني اللي هي بقى يعني لو قلنا اسمها متدرج بالنسبه للعيان بالنسبه للناس ممكن نعرف بقى انواع الفينيرز بس بعد الفاصل. يعني نروح الفاصل ونرجع نعرف بقى، عشان واضح ان الموضوع طويل شويه. نروح الفاصل ونرجع لكم تاني. لكل عروسه فرحها قرب، زي ما الرشاقه مهمه عشان فستانك يبقى حلو، وزي ما بشرتك مهمه وعينيكي، اسنانك كمان لازم تبقى متالقه، عشان دي اول حاجه بيشوفوها لما بتبتسمي وبتضحكي، واهم حاجه بتفرق في الصور والفيديو واللي هيفضلوا معاكي طول العمر. عشان كده دكتور هبه عمار في عياده اسنان اوبتيم كير بتقدم لك عرض خاص ابتسامه العروسه، تنظيف وتبييض اسنانك، او لو محتاجه فينيرز او علاج. احجزي قبل الفرح باسبوع او اتنين، كوني واثقه من نفسك في احلى يوم وابتسمي على طول. قلنا بقى يا دكتور انواع الفينيرز. طبعا احنا شفنا الفيديو، يعني الشكل بيختلف خالص، بالذات فعلا لو عروسه الموضوع بيبقى مختلف بالنسبه لها، يعني طبعا بتصور الفرح وكده. قلنا بقى الفينيرز هي انواع بتتقسم على حسب طريقة التصنيع نفسها والخامة اللي احنا بنصنعها منها. ففي ممكن حد يجي العيادة تبقى عروسة، انا عايزة النهاردة عايزة اطلع بشكل تاني. على فكرة ينفع تدخل في ساعتين ثلاثة؟ دي لازم تيجي من قبلها بفترة طويلة بقى. لا خالص، ده ينفع حد يجي لي يعني كده انا جاية النهاردة، تخرج هي جت كده بعد ساعتين ثلاثة تخرج بشكل تاني خالص. تمام. دي بتبقى ماده واحنا قاعدين في العياده، هي مشهوره بره باسم بوندنج. بنحط يعني بنغير شكل الاسنان بان احنا نحط الماده دي نفسها، واحنا هي موجوده على الكرسي، ماده الكومبوزيتس بالوان بقى زي ما احنا عايزين. يعني مش مجرد اللون بس، الشكل واللون الاثنين. ما هي عايزه تغير خالص، وبالعكس بتبقى الشكل كمان الشكل اللي هي عايزاه، يعني اللي هي مش هنقدر نقول اللي هي عايزاه، الشكل اللي اسنانها تسمح بيه، اللي اسنانها تسمح بيه. يعني الشكل، انا دلوقتي انا مش هنبرد اي حاجه، انا الاسنان موجوده زي ما هي كده، وانا هبدا ان انا اغير الشكل دوت لشكل تاني. يعني في صوره هتيجي لو هي موجوده تبين كان في صورتين للفينيرز نزلهم لنا، فاحنا بنضيف عليها.
لو مش ظاهرين يعني. لا لا اما جاهزين. لا جاهزين كملي. يبقى احنا كده، يبقى دي طريقه. في بقى طريقه تانية في ان احنا نعمل بيها فينيرز، يعني دي اسمها دايركت، دي طريقه مباشره دايركت فينيرز بتحصل او مشهوره بكلمه بوندنج بره. في بقى فينيرز تانية ممكن ان انا اخدها، اخد مقاس للعيان ونبدا نصنع الفينيرز دي بره ونجيبها نلزقها في العياده. يبقى في طريقتين. صوره الفينيرز، الصوره بقى دي كانت حاجه في نفس الوقت ولا دي بعد؟ عايزين بقى الصوره اللي قبل يا شباب، تظهر لنا الصوره اللي قبل. فعلا الشكل اتغير خالص خالص تماما، جايه بشكل وخرجت بشكل تاني. يعني ده كان في نفس اليوم، ما محتاجش وقت. هي دي 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 الصوره بتاعت يعني، لا دي مصنوعه وجت عشان خاطر تتلزق، ودي كانت التراي ان بتاعتها. لكن اللي في حاجات حالات تانيه بتبقى زي كده، بتبقى نفس الفكره. نفس الفكره بس، وبتسمح ان احنا نقدر ان احنا نعمل نحط يعني في وقت لما يجوا على طول تخرج بنفس المنظر بالظبط. ممكن تختلف بقى ماده الصنع نفسها من الفينيرز، تختلف بقى اللي هي بتيجي بره، بتختلف ماده الصنع بتاعتها بانه برضو تبقى ماده اسمها كومبوزيت او الماده اللي هي البورسلين او الايماكس. طب اختلاف المدى ده يعني بيتحدد على اساس من حاله لحاله ايه اللي يناسبها، ولا بتبقى الفكره في ايه يعني؟ احنا بنحدد موست بروبلي هيبقى اكتر البادجت، بس احنا اكتر حاجه دلوقتي شغالين بيها على طول البورسلين، لانه يعني ما بقتش يعني لو اي حد عايز يعمل كومبوزيت هيعملها دايركت. لو هناخد بقى مقاس ونودي بتبقى دايما بتبقى بورسلين او ايماكس فينيرز. وانا شخصيا يعني عندي في العياده انا ما ببردش من الاسنان عشان خاطر اعمل فينيرز، يعني فينيرز عشان تصنعيها ممكن احنا نبرد من الاسنان، وممكن احنا ناخد المقاس ونجيبها هي بنفس الشكل دوت، هي احنا هنلزقها بس. طب البرد ده ليه اضرار يا دكتور؟ طبعا البرد يعني هي سنه سليمه. صحيح صحيح يعني، وان كان جزء بسيط يقول لك 0.3 او 0.5 ملم من السنه يعني، يعني بس لا يعني هي في الاول وفي الاخر الافضل ان انا ما ابردش. يعني انا شخصيا بختار ان انا ما ابردش الاسنان. ماشي، قول لنا ايه الفرق بين الهوليود سمايل والفينيرز؟ الهوليود سمايل والفينيرز، هوليود سمايل دي ابتسامه المشاهير. يعني احنا معروف كده مشهور يعني حد المشاهير انه حد ابتسامته حلوه او بيحرصوا على كده. طب عشان نوصل للابتسامه دي في حاجه تنفع يعني، اوبشنز كتير مش كل الناس هتختاره، مش هو اوبشن واحد يعني. مش ناس فاهمه انه عشان اعمل هوليود سمايل لازم اروح اعمل فينيرز، لا خالص. ممكن في واحده مجرد انها بس انا فاكره انت كل اللي محتاجه انت هتعملي اسنانك وهتبقي قمر، وانت ممكن حد تاني على انت كل اللي محتاجه انك تبيضي اسنانك، هتعملي كذا سيشن تبييض هتبقى اسنانك بيضاء واحلى من احلى فينير. على حسب الحاله. على حسب الحاله. في حد تاني لا، ممكن انا اعمل في سبيسز مسافات ما بين الاسنان بتسمح ان احنا نديلها نعمل لها الفينيرز ديت اللي هي بتلزق على طول. في حالات تانية بتبقى لازم نحضر عشان نعمل الفينيرز، مش هينفع نجيب اللي بيتلزق على طول. في حالات تانية لازم نحط كراونز، يعني بتختلف كل حاله ليها اللي يناسبها اكتر. طيب عايزه حضرتك على التعقيم بقى، يعني انا لو دلوقتي رايح مثلا عياده، يعني ازاي اعرف مثلا ان الطبيب ده بيهتم قوي بموضوع التقييم سوري، ايه اكتر حاجه اركز فيها يعني؟ ايه انا كمريض مش عارف وخايف مثلا يجي لي مرض او يجي لي حاجه، ايه اكتر حاجه اركز فيها؟ تمام. التقييم ده انفكشن كنترول سيستم، دي حاجه بتبقى بسبيسيفيكيشنز بتاعه الاي دي اي، يعني مش حاجه اللي هي امريكان دنتال اسوشيشن، دي يعني بيبقى ليها توصيات انه مش مجرد يعني مش حاجات مثلا احنا بنعملها كل واحد واجتهاده، لا ده هو بيبقى سيستم كبير ويعني يفولو السيستم دوت، يعني بنتبع سيستم لحاجه زي كده. مش العيان مش هيقدر يبقى اوير بالسيستم نفسه، ولكن الفكره كلها هو ممكن يلاحظ من حاجات. يعني هو السيستم ده بيقول ايه؟ بيقول ان كل حاجه ليها حاجه، يعني في حاجات لازم تدخل الاوتوكليف اللي هو جهاز التعقيم، في حاجات لازم تتعقم في كولد ديس انفكشن، في حاجات لازم تتحط في البي كلاس، في حاجات يعني اللي هو الاوتوكليف لازم يكون بي كلاس، ما ينفعش اي اوتوكليف تاني، في حاجات مش عارف نحطها على بعضها كده، فاحنا وي هاف تو راب ات، نحط عليها بارير فيلم. فده جزء كبير قوي. لكن وعلى وكل حاجه ليها حاجه، السيرفيسز ليها حاجه، اليونت ليها حاجه، يعني كل حاجه ليها حاجه. هو العيان ممكن يلاحظ بقى حاجه زي كده، الانسترومنتس بتتفتح قدامه مثلا،
بيبص بيخش فعلا يلاقي الحاجات معمول لها رابينج. النظافه بصفه عامه يعني، ما هو لو في تراب. انا بصراحه دخلت العياده عند حضرتك، دخلت العياده عند الدكتور الوقت خلص. هي مشكله بس دلوقتي ما خلص، بس كنت حابه انوه على حاجه. دكتور هبه يا جماعه، في اوفرز دلوقتي صح كده؟ في اوفرز معموله عند حضرتك؟ لا ما بعملش اوفرز انا، بس العروسه هي العروسة. لان هي بتبقى وراها يعني مصروفات كتيره وحاجات كتير، فاحنا بنتابعي برنامجنا بنراعي يعني سحر الهوانم، تروحي للهانم دكتور هبه وتقولي لها ده انت بعدنا. بشكركم جدا، نورتونا، ان شاء الله استنونا في حلقه جايه. بتبتسمي وكتير، لو ابتسمتي بتحسي بسعادة. ابتسامتك بتغيرلك حياتك، ابتسامتك بتخلي كل حاجة في الدنيا حلوة، ابتسامتك عقد لولي منها يطلع أحلى نور. فعيادة أسنان أوبتيمم كير هتلاقي لمسة غير، ترسم لك بسمتك واهتمام يا ما حلمتي بيه، عشان ابتسامتك بتهمنا.